السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في فيديو وريفيو جديد ومقارنة جديدة من عالم السيارات. معاكم عمر عبد المقصود، ومعانا النهاردة كيا إكسيد 2022، وتحديدا الفئة الثانية منها اللي هي تعتبر الأعلى تجهيزا واللي بتطرح لأول مرة في السوق المصري ومنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط. ومعانا على الناحية الثانية بيجو 2008 2022 برضو بفئتها الثانية واللي هي تعتبر قبل الفئة الأخيرة على طول، اللي هي فئة الألور، بتنزل برضو بنفس السعر بتاع الكيا إكسيد الفئة الثانية، 400,000 جنيه و 400,000 جنيه. لو معاك بقى البادجت بتاعك 400,000 جنيه، هتختار انهي عربيه فيهم؟ هو ده السؤال بتاعنا النهارده. النهارده كمان هنتكلم على كل التفاصيل المتعلقه بالكيا إكسيد الفئه الثانيه، وهنتعرف كمان على كل التفاصيل المتعلقه ببيجو 2008. كنا عملنا قبل كده ريفيو مفصل للكيا إكسيد الفئه الاولى، هتلاقوه موجود على قناتنا على اليوتيوب، لكن ما كلمناش قبل كده على 2008، اتكلمنا عنها في اللونش بتاعها او في حفل الاطلاق بتاعها، لكن في 2022 اول مره نتكلم على 2008، فهنتعرف برده من خلال المقارنه دي على كل التفاصيل المتعلقة بالعربية. هنحاول كمان نبرز بعض الفروق ما بين الفئات في الفئتين او في العربيتين، سواء الكيا إكسيد او ال 2008. فصل صغير زي ما تعودنا، هنلف فيه حوالينا عربيتين نتعرف على بعض الاوبشنز كده سريعا، وبعد كده نرجع نتكلم على كل التفاصيل المتعلقة بالكيا إكسيد والبيجو ال 2008. يلا بينا. وصلنا للكنبة الخلفية في كيا إكسيد، واللي هنبتدي بيها الكلام عن المقصورة الداخلية للركاب في العربيتين. مبدئيا الماتيريال المستخدم في العربية ميكس ما بين الجلد والقماش، الجلد الماتيريال بتاعته متماسكة وقوية جدا وشيك. الستيتشنج موجود هنا في العربية بيبقى باللون الأخضر، شكله برضو بيدي منظر رياضي، معرفش إذا كان هيبان معانا دلوقتي ولا لأ، ولكن دي برضو من ضمن الحاجات اللطيفة في العربية هنا. وبشكل عام تصميم الكنبة الخلفية وتصميم الكراسي الأمامية تصميم رياضي ومريح في القعدة بتاعته. طيب عندنا نفق فتيس ولكن مش مرتفع للدرجة، وبالتالي اللي هيقعد في المنتصف هنا مش هيبقى متضايق قوي بالشكل ده، لكن الارتفاع بتاع القعدة بتاعت الجزء اللي في النص هنا بيبقى ارتفاع عالي شوية، يعني ممكن يخلي راسي قريبة شوية من السقف، ولكن برضو في مسافة، لكن القعد على الجنبين بيبقى لطيف وأظرف من القعد في المنتصف. طيب عندي مسند ايد خلفي، دي برضو من ضمن الحاجات اللطيفة، بالإضافة كمان الاثنين كاب هولدر موجودين برضو من ضمن الحاجات المميزة، ولكن ما عنديش ايزي اكسس لدخول الشنطة، ولكن الكنبة الخلفية قابلة للطي 40-60 زي ما احنا شايفين كده، علشان تديني مساحة اكبر للشنطة بالشكل ده. فطبعا مع مستوى كمان الارتفاع بتاع الشنطة، فبيديني كمان مستوى مستوي تماما لعملية التحميل، وبيزود مساحة الشنطة اكتر من المساحة اللي احنا قلناها. طيب عندي ايزوفيكس او اماكن تثبيت مقعد الاطفال مع احزمة امان خلفية. الابواب الماتيريال بتاعها بتبقى ميكس ما بين البلاستيك اللي موجود هنا، البطن بتاع الباب بيبقى من الجلد وبقيه الباب بيبقى من البلاستيك، ما عدا كمان مسند الايد او مسند الكوع اللي بقى موجود هنا بيبقى من الجلد. عندنا تطعيم بيانو بلاك وحيد موجود في الباب هنا حوالين المقبض الداخلي بتاع الباب، لكن الجزء الخاص بوحده التحكم في الازاز بتبقى من البلاستيك الاسود العادي، ومساحه التخزين في الابواب الخلفيه صغيره جدا، يعني تاخد كوبايه ما تاخدش ازازه كمان. وطبعا المساحه بتاعه الارجل سواء مساحه الركبه موجوده هنا، عندي صوابع موجودين كويس جدا، انا ظابط كرسي السائق على وضعيه القياده الطبيعيه بتاعتي، عندي 3 صوابع للركبه، وارتفاع الكرسي الى حد ما مناسب وقابل للضبط على فكره يدويا، ارتفاع الكرسي بتاع السائق قابل لضبط ارتفاعه يدويا هنا في الإكسيد في فئتها الثانيه. ما عنديش اي اوبشنز موجوده في الكونسول الوسطي، ولا فتحات تكييف، ولا فتحات 12 فولت، ولا فتحات يو اس بي، ودي احد الاختلافات ما بين الإكسيد وما بين البيجو ال 2008 اللي هنروح نبص عليها دلوقتي ونتعرف عليها بشكل اكبر. وبالاضافه كمان يعني ما عنديش فتحه سقف في الإكسيد بفئتها اللي بتطرح بيهم في السوق المصري. تعالوا بقى نبص على البيجو ال 2008 والكنبه الخلفيه بتاعتها ونتعرف عليها بشكل افضل، يلا بينا. الكنبة الخلفية هنا في البيجو 2008 فيها مميزات وفيها عيوب بتفرق ما بينها وما بين الكيا إكسيد. أول عيب أو أول حاجة مش موجودة هنا في 2008 مسند الإيد الخلفي، الإكسيد فيها مسند إيد خلفي مع 2 كاب هولدر، لكن هنا بيميزها كمان الكونسول الوسطي اللي موجود هنا في فتحتين يو اس بي، لكن في الإكسيد مفيش عندي فتحات ولا تكييف ولا يو اس بي ولا 12 فولت. لكن نفق الفتيس هنا في 2008 مرتفع عن اللي موجود في الكيا إكسيد، وبالتالي الجلوس في المنتصف هنا هيبقى صعب جدا.
في كمان نقطه ضعف موجوده هنا في 2008 في الكنبه الخلفيه، وهي مساند الراس. مساند الراس منخفضه الى حد ما، فلازم ارفعها بالشكل اللي انتم شايفينه ده، علشان لو كانت في وضعها الطبيعي، ما اعرفش اذا هيبان معانا دلوقتي، لو في وضعها الطبيعي بالشكل ده بتبقى خبطه في الظهر، فبتبقى بتضايق جدا في القعده. لازم تبقى مرفوعه بشكل كافي في حاله الطول اللي زي كده، علشان يبقى قاعد مستريح. الجلوس في الكنبه الخلفيه مريح الى حد ما، تطعيمات الجلد اللي موجوده فيها مش كتيره، ولكن موجود فيها تطعيمات من الجلد. برضو تطعيمات الجلد على الابواب اللي موجوده في الاكسيد اكبر بكتير من اللي موجوده هنا في ال 2008. هنلاحظ ان الجزء الاكبر من الباب بيبقى من البلاستيك، باستثناء المنطقه الوحيده اللي بتيجي من الجلد، اللي هي منطقه الكوع اللي بسند عليها كوعي. ما عدا ذلك كل حاجه في الباب في 2008 بتيجي من البلاستيك، ودي نقطه بتتفوق فيها الاكسيد، انه تطعيمات الجلد فيها سواء في الكنبه الخلفيه او في الكراسي الاماميه او في الابواب بتبقى اكبر شويه من اللي موجوده هنا في 2008. اماكن لتثبيت مقعد الاطفال او الايزوفاكس احزمه الامان مع الكنبه الخلفيه القابله للطي 40 60 بالشكل اللي احنا شايفينه ده، علشان يزود مساحه الشنطه. طيب الجلوس في المنتصف مش مريح للشخص اللي في طولي بالشكل اللي احنا شايفينه ده، هيضطر ان هو يحط رجل يمين ورجل شمال علشان يبقى قاعد مستريح. ولكن الارتفاع بتاع مساحه الراس هنا اكبر بكتير من اللي موجود في الاكسيد، وكذلك كمان على اطراف الكنبه الخلفيه برضو هتلاحظ ان الارتفاع بتاع الراس اكبر بكتير، وده شيء واضح من تصميم العربيه كمان لو بصيت عليها من بره. مساحات الارجل كمان كويسه ومناسبه. الميزه اللي موجوده هنا في 2008 انه الكراسي الاماميه فيها تجويف كمان اضافي موجود عند الركبه، علشان يديك مساحه اكبر للركبه، فمن هنا اقدر ادخل كمان اربع صوابع مستريح. ارتفاع الكرسي عن الارض قابل للضبط يدويا من خلال مقبض موجود من قدام، وبرضو ارتفاع الكرسي برضو مناسب جدا بالنسبه لي في طولي، فالقعده هنا كمان مريحه بشكل كبير. ده كده سريعا الكنبه الخلفيه ما بين العربيتين الاكسيد وال 2008. تعالوا بقى نتنقل للطابلو والكونسول الامامي وعوامل السلام والامان في العربيتين، ونبتدي بال 2008. يلا بينا. طيب وصلنا بقى للكونسول الامامي في البيجو ال 2008. خلونا نحط المفاتيح دي هنا ونتكلم شويه بقى على عوامل السلام والامان في العربيتين. واحد من ابرز الاختلافات او واحده من ابرز الاختلافات ما بين الاكسيد وما بين البيجو في عوامل السلام والامان، وتحديدا في الجزئيه الخاصه بعدد الاير باجز. هنا في 2020 او 2022 عفوا، من 2008 او بيجو 2008 عندنا 4 اير باج فقط في الفئه الثانيه اللي معانا دلوقتي. كان في 2021 6 اير باج، نزلت في 2022 ب 4 اير باج فقط، 2 امامي و2 جانبي موجودين في الكراسي، في حين انه اكسيد في فئتينها الاثنين بتنزل ب 6 اير باج، ودي برضو من نقاط القوه اللي بتدعم عوامل السلام والامان في كيا اكسيد، وبتدعمها في منافستها مع غيرها من منافسينها في السوق المصري. بالنسبه لعوامل السلام والامان كمان، لو حبينا نتكلم على فرامل الايد، ففرامل الايد في البيجو 2008 بتتفوق بقى هنا عن الاكسيد. فرامل الايد هنا في البيجو 2008 بتيجي كهربائيه، اما في الاكسيد فبتكون يدويه في فئتينها وما فيش فيها اختلاف. طيب ما عدا ذلك عوامل السلام والامان تقريبا واحده، سواء انظمه الفرامل، انظمه الثبات الالكتروني سواء الاي بي اس اي بي دي تراكشن كنترول الاي اس بي، انظمه السنسور اللي هي خاصه بالاضاءه، السنسور الخاصه بالمطر، كل ده مشترك ما بين العربيتين، ما فيش فيه اي اختلاف باستثناء اختلاف وحيد موجود في الاكسيد مش موجود في ال 2008، وهو نظام دعم الفرامل في حالات الطوارئ. ده موجود في الاكسيد مش موجود هنا في ال 2008. طبعا الهيل لانش اسيست والتاير بريشر مونيتورنج كمان من الحاجات الاضافيه المساعده للسائق موجوده هنا في العربيه ال 2008 وفي الاكسيد كمان. طيب على مستوى التجهيزات بقى، هنلاحظ انه تصميم التابلو من قدام مع التجهيزات اللي موجوده في البيجو 2008 هي اقرب للمركبه الفضائيه، وانا بقول الكلمه دي كتير، يعني قلتها في 3008، قلتها في 2008، قلتها في 508، انه التصميم مبهر الحقيقه، وعامه عربيات بيجو واخده جوائز كتير في التصميمات سواء خارجيا او داخليا، فالتصميم مش محتاج كلام كتير عليه. طيب عندنا زرار ستارت ستوب انجن زي ما قلت لكم، مع انه ما فيش عندي كيلس انتري، لانه في زرار ستارت ستوب انجن وده موجود في العربيتين او في الكي اكسيد وفي 2008. عجله القياده واخده منظر او شكل الدي شيب، بتيجي من الجلد سواء من فوق او من تحت، فشكلها كمان مميز، مع تطعيمات من البيانو بلاك، مع الكروس كنترول اللي موجود والجزء الخاص بالتحكم في الافتمنت سيستم. الكروس كنترول موجود ليه عصايه هنا بالدراع، مش موجود هنا في الجزء ده، موجود هنا، لكن الجزء ده خاص بالتحكم في شاشه العدادات اللي خلينا بقى ندورها كده ونبص عليها نتفرج عليها. الصراحه شاشه العدادات من الحاجات المميزه جدا هنا في العربيه، لانها بتيجي ايكوك بيد ديجيتال 3 دي
و3 دي مميز جدا جدا جدا. تحس ان انت عندك حوالي 3 عدادات او 3 شاشات بيجوا ورا بعض، فبيديك احساس ان انت يعني كنترولد بشكل لطيف جدا. حتى التصميم بتاعها مع الفراغات اللي موجوده في الجزء ده بيديك احساس ان العربيه عربيه ريسنج او عربيه سباق، مش عربيه عائليه او عربيه كروس اوفر. تطعيمات كمان الكربون فايبر اللي موجوده في الدور الثاني من التابلوه، التابلوه بيحس ان هو بيجي دورين، ففي عندنا تجويف موجود هنا بيبقى تابلوه او وجود دور ثاني من التابلوه وبيلحم مع الابواب وبيكمل معايا الكربون فايبر بالشكل ده، بيدي منظر كمان رياضي اكتر للعربيه. طيب هنلاحظ ان الماتيريال المستخدم هنا بيجي من السوفت ماتيريال المستخدم في التابلوه من قدام الجزء ده، مع تطعيمات من البيانو بلاك والكربون فايبر، مع تطعيمات كمان من البلاستيك الرصاصي الفاتح موجود هنا اسفل الشاشه. هنا تطعيمات من البيانو بلاك، حوالين فتحات التكييف في تطعيمات من النيكل كروم او الكروم او البلاستيك الرصاصي الفاتح. هتنزل لتحت عند الشورت كاتس اللي موجوده هنا وفتحات التكييف بتبقى ما بين البيانو بلاك مع شكل الازرار المميز لعربيات بيجو. وننزل تحت كمان هنلاحظ مساحه تخزين موجوده هنا شكلها ظريف وبتفتح بشكل سوفت لطيف جدا، ولكن ما عنديش شاحن وايرلس، ودي احد نقاط القوه اللي موجوده في الاكسيد في الفئه الثانيه فيها شاحن وايرلس، هنا مفيش. لكن عندي فتحتين يو اس بي، واحده تايب اي وواحده تايب سي عشان ما حدش يزعل. عندي كمان فتحه 12 فولت مع مساحه تخزين صغيره موجوده هنا، مع تطعيمات كامله في الكونسول الوسطي ميكس ما بين البلاستيك في الجنبين وما بين البيانو بلاك على الوش من هنا. هنلاحظ زي ما قلت لكم عصايه نقل الحركه اللي شكلها مميز. كمان لو نزلنا او رجعنا لورا شويه، 2 كاب هولدر مع فرامل الايد الكهربائيه مع درايف مود، عندنا اكتر من درايف مود، النورمال، عندنا كمان الايكو، عندنا السيبل، عندنا البو، عندنا ايه ده، ايه الكلام ده، كلام كلام غريب جدا، واضح ان اللغه في العربيه بالفرنساوي. فعموما يعني احنا عندنا 1 2 3 4 5 انظمه قياده موجوده هنا في العربيه. السوفت وير بالفرنساوي، معلش يعني لسه العربيه ما اتعملهاش سيتنج مظبوط. طيب وعندنا كمان هنا كم زرار اختصار موجود لللانش اسيست بتاع العربيه، ومسند الايد الغير قابل للاطاله، مسند الايد الامامي، ولكن بيجي عميق وعميق لجوه كمان لتحت وللجنب كمان، وفي حتت كده زخانيق وصغيره، وهنا كمان يعني زي رف كده صغير قابل للازاله عشان لو انت عايز تزود المساحه الى حد ما. طيب عجله القياده زي ما قلت لكم بتيجي مالتي فانكشن، وبتيجي طبعا من خلالها ممكن اتحكم في كتير من الفانكشنز بتاعه العربيه، مع شاشه العدادات اللي موجوده هنا او شاشه الانفتيمنت سيستم اللي بيجي من خلالها اقدر اتحكم في التكييف اللي بيجي دول زون وبيجي كمان اوتوماتيكي، ودي من ضمن الحاجات اللطيفه في العربيه. وطبعا نافيجيشن سيستم معرفش اذا كان شغال عندنا ولا لا، اعتقد مش هيبقى شغال. وعندنا طبعا ابل كار بلاي واندرويد اوتو، ودي برده من ضمن الحاجات اللي موجوده او مشتركه ما بين العربيتين. شاشه 8 انش تاتش سكرين، المرايه هنا قابله للتعتيم ذاتيا، لكن مش فريمليس، لكن قابله للتعتيم ذاتيا مع اضاءه داخليه في الكونسول العلوي اللي موجود هنا بتيجي ال اي دي. طيب الماتيريال المستخدم في الابواب بيبقى برده من البلاستيك مع تطعيمات من الجلد موجوده عند الكوع بتاع مسند الكوع فقط، مش اكتر من كده. عجله القياده قابله للضبط ولا مش قابله للضبط؟ لا مش قابله للضبط. ولا قابله للضبط؟ لا مش قابله للضبط، ومفيش فيها اي اتجاهات، يعني هي بنفس الحجم ده كده، ودي حاجه غريبه الحقيقه، انا مستغرب من هذا ال لا تصدق والله قبل الضبط، لا كده عندنا 4 اتجاهات اهو. طيب حلو جدا. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بالبيجو 2008. تعالوا كده نقول لكم سريعا على الاختلافات او ابرز الحاجات اللي بتتميز بيها الاكسيد مش موجوده في ال 2008. يلا بينا. طيب وصلنا للكيا اكسيد. طيب هنا عندنا ابرز اختلاف زي ما قلت لكم في ال 2008، عوامل السلامه والامان داخليا عندنا 6 ايرباج، 2 امامي، 2 جانبي، بالاضافه لاثنين ستائري موجوده في القوائم الجانبيه. ما عدا ذلك بقيه الاختلافات بسيطه متعلقه بقى بالانفتمنت سيستم. عندنا كمان هنا وايرلس تشارجر موجود هنا في الاكسيد في الفئه الثانيه، مش موجود في الفئه الاولى ومش موجود في ال 2008، بالاضافه كمان لنظام دعم الفرامل الالكترونيه او دعم الفرامل في حاله الطوارئ، ده موجود في الاكسيد مش موجود في البيجو ال 2008، لكن فرامل الايد بتيجي يدويه ودي من احد السلبيات، بالاضافه كمان لتصميم التابلو اللي هو يعتبر الى حد كبير تصميم قديم شويه مقارنه بالبيجو. البيجو اكثر حداثه، اكثر تطور، اكثر تكنولوجيا في شكل التصميم، في شكل التابلو من قدام وتصميمه، وحتى كمان الماتيريال، وحتى كمان الترتيب بتاع الحاجه وتنظيم التابلو من قدام في البيجو، يعني بيدي منظر اشيك كمان واقرب لموديل 2022 من الكيا اكسيد، تحسه قريب للتسعينات شويه. ولكن في شويه نقاط كده مميزه بتميز شكل الاكسيد هنا
هنا في الطابلو من قدام، منها مثلا شاشه العدادات الديجيتال اللي موجوده هنا في الفئه الثانيه، مش موجوده في الفئه الاولى بالمناسبه. هندور العربيه كده ونشوف اخبارها ايه. شاشه العدادات شكلها شيك جدا ورياضي وظريف، وفي هنا عندي زرار على الدركسيون. طبعا الدركسيون بيجي مالتي فانكشن، عندنا كروس كنترول موجود في العربيه، وعندي كمان هنا ممكن اتحكم في المعلومات اللي هتظهر لي في الجزء الخاص بشاشه العدادات الموجوده. طيب هل ممكن بقى يعني ده كده الكروس كنترول؟ ده كده الكروس كنترول. طيب هل ممكن ايوه تمام، ممكن اتحكم في كل حاجه ليها علاقه بالعربيه من خلال الشاشه اللي موجوده هنا. طيب اللايت من ضمن الحاجات اللي انا اتكلمت عنها قبل كده، والناس قلت ان العربيه في الفئه الاولى كان فيها امبيانت لايت بس مش موجود ليه اضاءه موجوده، لكن موجود ليه شورت كات في الشاشه، والناس قالت لي ان هي اضاءه موجوده في العربيه من تحت عند مساند الرجل او الاجزاء الخاصه بالرجل الدواسات يعني، فواضح ان هو ده موجود هنا فعلا في العربيه. عندنا كمان شاشه عدادات زي ما قلت لكم ديجيتال بتيجي 10 انش، ودي برده اول مره تطرح في عربية من عربيات كيا بشكل عام ان هي تنزل بعربيه فيها شاشه عدادات ديجيتال موجوده هنا في الاكسيد. شاشه العدادات شاشه الانفوتمنت سيستم الموجوده هنا بتيجي انالوج طبعا تاتش سكرين ابل كار بلاي اندرويد اوتو زي ما احنا شايفين كده بتشتغل مع التليفون، ولكن زي ما قلت لكم التصميم الى حد ما لو انت شخص كلاسيكي هيعجبك، لو انت شخص عايز حاجه متطوره ولطيفه فالبيجو هتبقى تصميمها افضل بشكل عام. طيب الماتيريال المستخدم هو سوفت ماتيريال، سوفت ماتيريال مع تطعيمات من البلاستيك الرصاصي بالشكل ده، مع تطعيمات كمان من يعني بلاك، عامله زي فريم حوالين شاشه العدادات مع زرار الستارت ستوب انجن الموجود هنا، وزي ما قلت لكم كمان في منظومه كيلس انتري او دخول العربيه دون استخدام المفتاح موجوده هنا في الاكسيد مش موجوده في 2008. الماتيريال المستخدم في الابواب الاماميه الجلد هو الغالب فيه، يعني حتى هنا من فوق بيجي سوفت ماتيريال ملمسه ملمس الجلد، الجلد موجود في بطن الباب، موجود كمان على الكوع بتاع الابواب، الجزء السفلي من الباب برده بيجي واخد تشبيح الجلد شكلها شيك، فتحس ان الجلد مستخدم بكثافه في المقصوره الداخليه اكتر من الموجوده في 2008. اما بالنسبه للجزء المنتصف هنا فهو كله من البلاستيك، ودي برده من ضمن العيوب اللي موجوده في العربيه باستثناء جزء بسيط اللي هو الفريم حوالين العصايه بتاعه نقل الحركه بتبقى من البيانو بلاك. لكن زي ما قلت لكم عندي مساحه تخزين فتحه 12 فولت، فتحه يو اس بي مع فتحه يو اس بي ثانيه، وعندي كمان شاحن وايرلس مع التكييف اللي موجود هنا اللي بيجي دول زون وبيجي اوتوماتيكي، ولكن عباره عن ازرار مع بكر مش من خلال الشاشه بتاعه الانفوتيمنت سيستم زي ما موجوده في البيجو ال 2008. طيب على يمينك هنا هتلاحظ مجموعه من او على شمالك عفوا مجموعه من الشورت كاتس الموجوده هنا اللي هي ارتفاع التحكم في ارتفاع دست الاضاءه، التحكم في سطوع شاشه العدادات، التاير بريشر مونيتورنج والاي اس بي، وكمان عندنا الزرار الخاص بفتح وقفل الشنطه مع امكانيه ضبط عجله القياده التلسكوبنج بالشكل ده في اربع اتجاهات. الكراسي الاماميه في العربيتين بتبقى الضبط بتاعها يدوي او مانوال، ممكن ارفع او اظبط ارتفاع كرسي السائق على حسب الوضعيه اللي انا محتاجها في العربيتين برده، ولكن بشكل يدوي بالكامل مفيش فيه اي اوبشنز. فوق هنا عندنا الجزء الخاص بالكونسول العلوي بيبقى الاضاءه بتاعته بتيجي هالوجن على عكس اللي موجوده في البيجو 2008، الاضاءه بتاعتها بتيجي LED مع مكان للنضاره، والمرايه الخلفيه بتيجي الدامينج بتاعها او التعتيم بتاعها يدوي مش اوتوماتيكي. طيب الريزوليوشن بتاع الكاميرا في البيجو 2008 ما شفناهوش، لكن اعتقد انه هيكون افضل من الموجود هنا في الاكسيد. الاكسيد فعلا الريزوليوشن بتاع الكاميرا مش احسن حاجه، وعندنا كمان درايف مود واحد وحيد هو السبورت، يا اما نورمال يا اما سبورت مفيش غيره. طيب طبعا ايه اللي بيحصل؟ بيحصل تغيير كده في شكل العدادات، بيبقى اللون مختلف شويه وشويه حبشتكنات كده، لكن مفيش تغيير جذري بيحصل في الموضوع بتاع العدادات، الثيم نفسه ما بيتغيرش. طيب ده كده سريعا ما يتعلق بالكونسول الامامي في الكيا اكسيد وابرز الاختلافات ما بينه وما بين الكونسول الامامي في ال 2008. بكده نكون وصلنا لنهاية المقارنة بتاعتنا ما بين البيجو 2008 والكيا اكسيد. اشكركم جدا على متابعتكم، ونشوفكم ان شاء الله في عربية جديدة ومقارنة جديدة استنوها قريب. في النهاية طبعا زي كل مرة بفكركم مهم تنزل تتفرج على العربية بنفسك، ما تكتفيش بس بانك تتفرج على الريفيو، اعتبر الريفيو ده يعني حاجة مبدئية او يعني حلقة من ضمن حلقات كتيرة في عملية شراء العربية، ما تعتمدش عليه بشكل كلي. انزل اتفرج على العربية بنفسك، اتعرف على امكانياتها، اتعرف على تجهيزاتها، اتعرف على اللي انت محتاجه منها واللي انت مش محتاجه. اشكركم جدا ونشوفكم ان شاء الله في عربية جديدة، وسامحوني لو كنت طولت عليكم او في معلومات وقعت مني كده ولا كده. اشوفكم على خير، مع السلامة.